مركز آفاد لحقوق الإنسان يتحدث عن مجزرة إعدامات داخل سجن الناصرية، ووصف المرصد عمليات الإعدام بأنها الأوسع والأشمل في البلاد منذ عام 2003، وبعضهم أعدم بملابس النوم، شالوه هو من النوم خطيه، حاطه براسه تشيز وعلق، ودون السماح لهم بكتابة وصية جهالة لعائلته، لا، أو حتى قالوا لهم بس نصلي ركعتين الفجر قبل تنفيذ الإعدام. ماكو، هاي احنا وين احنا بيا احنا جاي يعدمون المغول مدري وين منو، حتى المغول يسمحوا لهم على الأقل يكتب وصية يكتب شيء. أولاد 45 إلى متى تظلون هذا الحقد حاقدين؟ ما هو هذا رب العالمين، انتم رب العالمين تنجزين هذا، كل هاي الضحايا بيد رب العالمين، يعني كلها تهم رب العالمين، ما عندنا احد الان ينصرنا ولا عندنا احد يدافع عنا ابدا، هاي لساننا ما يفيد، لان انتم مثل الدائره، يعني حتى لو هذا تقول لك انت هي السبك بعد مو انت، فانتم متعلمين على هالشغل. الان هذول شنو دنم، شنو اللي سووه مثلا، شنو اللي سووه اسباب هاي؟ انا اعتقد جازما انه لو كانت هنالك لجنه امميه، واللجنه الامميه طبعا تعرفون انهم هم المسيطرين على العراق، هم ذولي لانه اللجنه الامميه تابعه لامريكا وتابعه للصهيوني، والصهيوني هي المسيطره على العراق، ما تقولون مثلا يقولون والله لا احنا بعيدين يعني امريكا ما لها علاقه، لا الصهيونيه هي المسيطره على العراق، وانتم تخافون من الصهيونيه يجون؟ لا هم جايين من زمان، يعني مو من 2003، لا من زمان مسيطرين، واحنا دخلنا للحروب وانا باقي المشاكل والدنيا منين، من ورا من ورا دولي، يجي حكم بإيران احنا شعلي نريد يحارب نحط خلاص خليه ولون، احنا نحط جيشنا وما نخليهم لا يجون ولا يدخل، هي ان شاء الله هالشكل بهالشكل تتناقش؟ لا، ما يعرفون كيف يدخلون بهاي المشاكل ويدخلون الشعب وياه حتى يطبقون عليه كل هذه البرامج اللي تخليهم يعني ضحايا بديهم، بيادق يقدرون يشتغلون بها كل شغل يريدونه. هذا اللي قاعد يشوفونه، شفت شلون يعني شعب أصبح ثلاثة أرباعة ناس بدون عقول، بهايم، تعال تعال، روح روح، ما نام نام، موت عادي، أرجع لا يثر هذا الحش عليك من أنا جاي أحكي عن لأنه أنا إحنا عراقيين جاي نشوف لكن إذا نبغى مسؤولي مثلاً تعدموا بهذا الشكل، يعني حتى لو هو هذا مجرم، الآن أنا متأكد لو دولي إسرائيليين ما سووا بيهم شيء، شلون طلعتهم من زمان وديتهم وصارت لهم وصارت صارت، الله يلعنكم ويلعن إيران إن شاء الله.